يا جماعة ازيكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنتكلم عن اهداف السنة الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة على الابواب، يا رب تكونوا يعني بصحة وسلام وتحققوا اهداف وتكونوا اوريدي حققتوا اهداف السنة اللي فاتت، وعندنا اهداف جديدة للسنة دي. النهاردة هكلمكم عن ثلاث حاجات اساسية في اهداف السنة الجديدة، سواء السنة دي او السنة اللي بعد الجاية او اي سنة في الايام الجايه ان شاء الله. ثلاث حاجات اساسيه محتاجه تكوني عندك في كل بدايه كل سنه. اول حاجه انت محتاجه طبعا ان يكون عندك نوت بوك جديده وقلم جديد تكتبي كل الاهداف والاحلام اللي انت نفسك تحققيها في السنه الجديده. انا دايما بحب اروح ميني سو لان عندهم كيوت كده نوت بوكس بحب اجيبها، وكمان وجود نوت بوك بتشجعني ان انا يعني اكتب كل اهدافي واحلامي. وكمان لما بتشوفي اهدافك واحلامك مكتوبه على ورق وقلم بتحسسك كده ان انت تقدري تحققي الاهداف والاحلام دي. كمان يعني حتى وانا بتكلم عن اهدافي واحلامي انا مبسوطه وبضحك، يعني مش عارفه ليه. يعني كل واحد يكون عنده هدف وحلم في الحياه دي حاجه كبيره جدا، ان يكون عندك هدف وحلم وبيربوس في الحياه، ان احنا مش عايشين كده وخلاص، ان احنا يعني احنا لازم يكون عندنا هدف وحلم عشان نحققه، عشان نحس بالانجاز والسعادة اللي بنحسها بعد تحقيق الحلم والهدف. اول حاجة حابة اكلمكم عنها في تحقيق الاهداف او النيو ريزوليوشن بتاعت السنة الجديدة، ان انتم محتاجين يكون عندكم فيجن بورد. لازم يكون عندكم كده، تجيبوا ورقة وقلم، تجيبوا كارد بورد، تجيبوا حيطة وكده عندكم في البيت مش محتاجينها، تعلقوا عليها ورقة كبيرة اللي هي الورقة البيضة العادية خالص، وتكتبوا فيها كل الاهداف والاحلام، او حتى ان انتوا تشيلوا نوت بوك. بس انا دايما بفضل الفيجن بورد لان البورد هي لوحة، اللوحة دي موجودة قدامك تعلقيها سواء في قدام السرير بتاعك، على المراية بتاعتك اول ما بتصحي الصبح، على خلفية اللابتوب، حتى ممكن تعملي فيجن بورد نقدر نعملها على بينترست. في حاجة جميلة جدا على بينترست تقدري تخشي وتكتبي، لو انت مش بتحبي تكتبي او ترسمي تخشي على بين انترست وتختاري الصور اللي تحسيها تناسبك، والكوتس او الامثله او الحاجات اللي هي بتديكي امباورمنت او تشجعك ان انت تحققي هدف معين يخصك. فبتقدري تعملي كولكشن بين الاهداف والاحلام، بتحطيها على الورقه او اللوحه او حتى على الصوره اللي انت بتعمليها على الموبايل بتاعك او على اللابتوب بتاعك، بتحطي كل الاهداف والاحلام وتخيلي، سواء جسم رشيق، سواء فلوس، سواء بيت، سواء عربيه، سواء شغل، سواء سفر، سواء زوج، سواء خاتم، سواء اي حاجه انت بتتخيليها او بتحلمي بيها او نفسك تحققيها، دايما حطيها على الفيجن بورد بتاعتك دي، لان دي دايما هي الحافز اللي بيشجعك ان انت تكملي على مدار السنه. وكنت عملت لكم قبل كده فيديو كامل عن الفيجن بورد، وكنت اتكلمت على نور ستارز ان هي كمان يعني شخص ناجح جدا 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 وكمان عنده فيجن بورد، فهي بالدليل يعني ناس كتيرة جدا بتعمل الفيجن بورد لانها فعلا موتيفيشن قوي جدا، وبيفكرك دايما ان انت عندك هدف وحلم في الحياة ان انت تحققيه. فوجود الفيجن بورد قدامك دايما، ودايما يعني انا ممكن كمان يعني انا بعمل فيجن بورد على الموبايل وعلى اللابتوب وعلى الحيطة في اوضه النوم وعلى المراية اللي اول ما بصحى من النوم، فدايما بشوف الاهداف بتاعتي فبقول انا صحيت بدري عشان احقق الهدف ده، انا النهاردة اشتغلت ساعات كتيرة جدا عشان احقق الهدف ده. فتحسوا دايما لما بتشوفوا اهدافكم واحلامكم قدامكم على الفيجن بورد ده بيشجعكم كتير جدا، وبيحسسكم ان هو يعني كل تعب ومجهود بتعمليه كل يوم عشان تجاه الهدف ده، ان هو ده مش ويست تايم، ده مش ويست ايفورت، ده هيساعدك ان انت توصلي للهدف ده. فوجود الفيجن بورد ده يا جماعه حاجه مهمه جدا، يعني في اي سنه من السنين، السنه الجايه او اللي بعدها او اللي بعدها، لازم يكون عندك فيجن بورد، بيشجعك كتير جدا وبيحسسك كده ان انت تقدري تحققي كل اهدافك. فانصحك دايما لو انت ما عندكيش فيجن بورد اعملي ابدئي. وكمان الفيجن بورد من الهدف التاني ليها ان انت بتشوفي اهداف السنه اللي فاتت، فبتقدري تقولي انا حققت الاهداف دي كلها، فبيشجعك ويديك موتيفيشن ان انت تعملي كمان فيجن بورد للسنه الجديده. والاحسن ان انت تحافظي على الفيجن بورد بتاعت السنين عشان لما تكبري تشوفي كل الفيجن بورد بتاعت كل سنه وقد ايه انت حققتي وقد ايه انت امباورد يور سيلف، او ان انت حققتي اهداف كتير جدا. ده كلها حاجات حلوه جدا، يعني بتديكي طاقه كده ايجابيه ان انت تكملي تجاه تحقيق اهداف كتير كتير. يعني كل سنه في اهداف جديده، في اهداف لسه بنشتغل عليها من السنه اللي فاتت، ده عادي جدا. في اهداف احنا اشتغلنا عليها السنه اللي فاتت حققناها، في اهداف لسه بنشتغل عليها لان في اهداف بتاخد سنتين 3 4 5،
عشان تحققها. فانت الاهداف بتاعتك ممكن تكون قصيره المدى طويله المدى very long term goals، فممكن تكون طويله جدا فعادي. فالفيجن بورد بتقولك او بتقولك انت وصلتي فين على الطريق لتحقيق الهدف والحلم ده. تاني حاجه في السنه الجديده انا انصحكم ان انتوا تعملوها، ان انتوا تقطعوا علاقتكم باي حد سلبي حواليكم، اي حد بيجيب لكم طاقه سلبيه، اي حد بيصبط من عزيمتكم، اي حد بيحسسكم ان انتوا مش فرحانين، ابعدوا الناس دي عن حياتكم، سواء صديق سواء من الاهل سواء زوج whatever هو الشخص ده. اي حد يجيب لي طاقه سلبيه في حياتي ويخليني مش مبسوطه ويضايقني ابعدوا عن الاشخاص دي. اهم حاجه سلامك الداخلي وراحتك النفسيه، وان انت تكوني مبسوطه من جوه قبل ما تكوني مبسوطه من بره، وان انت بتكوني بتحققي لنفسك قبل ما بتكوني يعني بتضيعي وقتك في حاجات ملهاش اي لازمه. فالناس اللي هي السلبيه الموجوده في حياتك دي ما هي الا تضيع للوقت، وان هي تحسسك ان انت من غير قيمه. مش عايزين الناس دي، ابعدوا عن الناس دي. انا مش هتكلم في الموضوع ده كتير لان اتكلمت فيه قبل كده. اي حد بيجيب لكم طاقه سلبيه على السنه الجديده اقطعوه. وكل سنه كده زي ما بنبص في الدولاب بتاعنا قبل دخلت الصيف والشتاء والكلام ده كله، بنشوف ايه اللبس اللي احنا مش عايزينه بنطلعه، وايه اللبس اللي احنا عايزينه بنخليه. فلازم تفلتري الناس في حياتك. الناس اللي بتديكي طاقه سلبيه ابعديها عن حياتك. الناس اللي بتجيب لك طاقه وبهجه خليها في حياتك وتقربي منها اكتر، ودايما خلي في حياتك منتورز لان هما اللي بيشجعوك ان انت تكملي على الطريق الصح، وكمان بيديكم من الاكسبيرينس بتاعتهم، فبيوفر عليك وقت كتير جدا، والحاجات اللي انت تقدري تنجزيها في 10 سنين تقدري تنجزيها في سنه سنتين، لان وجود الناس الايجابيه او المنتورز اللي هي بتشجعك الناس الناجحه في حياتها دي ليها اثر ايجابي جدا عليكي وعلى نفسك وعلى عقلك وعلى شغلك وعلى التطور بتاعك. على العكس الناس السلبيه دي بتجيبك ارض ملهاش لازمه. فاحنا هنخلي الناس الوحشه دي في حياتنا ليه؟ اي حاجه وحشه طلعيها سكيب. تالت حاجه في السنه الجديده ان محتاجين ننميها ونقويها ونطورها في نفسنا البوزيتيف ثينكينج، التفكير الايجابي. دايما لازم نكون ناس متفائله، تفائلوا بالخير تجدوه. لازم تكونوا دايما طموحين، لازم تكونوا عندكم تفاؤل، لكن عندكم حسن الظن ان كل حاجه حلوه هتجيلكم، عندكم حسن الظن بالله، عندكم حسن الظن ان الكون هيجيب لكم كل حاجه حلوه، ان اليونيفيرس وركس فور يو، كل حاجه انت بتتمنيها بتحصل لك. فدايما وجهي لنفسك كلام ايجابي، قولي ان انا انسانه ناجحه، انا انسانه جميله، انا انسانه رشيقه، انا انسانه بحقق احلامي، انا انسانه ذات هدف، انا كل حاجه بتمناها بتتحقق لي، انا ربنا بيحبني، انا الكون بيحبني، انا الكوكب بيحبني، الناس بتحبني. لازم يكون عندك منتال ايمج بوزيتيف لكل حاجه انت بتتمنيها وعايزه تحققيها للمستقبل، سواء للسنه الجديده او لاخر العمر. لو انت نفسك في زوج تخيلي دايما شغالي الطاقه كده، الطاقه بتاعتك انت، ان انت هتقابلي حد كويس هيساعدك في الحياه ان انت تحققي طموحاتك، وان انتوا الاثنين مع بعض تكبروا مع بعض، سواء حلما في تحقيق الاحلام او في العمر مع بعض، ان انتوا الاثنين تكملوا بعض. نفسك يكون عندك عربيه، نفسك يكون عندك بيت، فلازم اشتغل ويكون معايا فلوس، فانا لازم اعمل بيزنس، البيزنس ده هيكبر. فلازم يكون عندي دايما خطه، والخطه دي تكون يعني ملازمها تفاؤل، طاقه ايجابيه، تفكير ايجابي دايما، ان انا كل حاجه انا عايزه احققها اقدر احققها. فانت المسؤوله عن امانيكي وطموحاتك واحلامك، محدش هيجي يحقق لك احلامك. فانا جايه من خبرتي اقول لك، انا كنت عايشه في مجتمع او في وسط اسره بصراحه يعني جابت لي الاكتئاب وجابت لي الطاقه السلبيه، يعني انا اتولدت وسط ناس نيجاتيف. بس لما كبرت عرفت ان انا لازم اكون انسانه ايجابيه، لاني لما اكون ايجابيه انا بجذب كل حاجه ايجابيه حواليا. وكنت عملت لكم فيديو قبل كده اتكلمتكم عن المانيفستيشن وقصتي مع المانيفستيشن، ان قانون الجذب بيه قدرت احقق احلام كتيره جدا انا كان نفسي احققها، وبصراحه فوق ما كنت اتخيل، يعني انا حققت فوق ما كنت اتخيل يعني. وانا كنت بستخدم قانون الجذب ده من وانا صغيره، وانا ما كنتش حاسه، يعني كنت بقول ان انا هتجوز واحد اجنبي واسافر والف العالم، وده فعلا اللي بيحصل. انا ما كنتش متخيله ان انا هقدر ان انا كل يوم في مكان جديد اسافر والف العالم،
يعني ما كنتش اتخيل ان يعني انا قلتها وانا صغيره وكان نفسي فيها قوي، يعني كان نفسي فيها بشده واتحققت لي الحمد لله، مبسوطه بيها. دلوقتي عندي اهداف واحلام جديده وجولز انا بطمح ان انا احققها، لان احنا بني ادمين ما ينفعش نعيش بدون باشون، بدون بيربوس في الحياه. لازم يكون عندك طموح ولازم يكون عندك هدف في الحياه، والطموح ده كل شويه بيكبر معاكي مع كل ما بتكبري في العمر. هو مش هدف واحد وبيخلص وبنشقلبه وخلاص، لا احنا بنجيب حاجات اكبر طول ما احنا بنكبر في العمر، طول ما طموحاتنا واحلامنا لازم تكبر معانا، لان كده بنحس بطعم الحياه بلذه الحياه، بنحس ان الحياه كده احنا مبسوطين فيها ونقدر نحقق فيها اكتر واكتر. وده في حد ذاته انجاز كبير جدا، ان انت تحسي ان انت انسانه ناجحه بتقدري تحققي طموحك واحلامك، ان انت قد نفسك، ان انت قد احلامك، ان انت تقدري تحققي كل حاجه انت بتتمنيها. ده كان فيديو النهارده، بصراحه ما عنديش اي اهداف جديده او حاجات جديده اقولها لكم، بس الايام الجايه انا هنزل لكم فيديوهات كتيره جدا عن الهيلثي لايف ستايل والسيلف كير، لان من الحاجات دي ساعدتني روحيا ونفسيا ان اكون انسانه احسن، اكون البيست فيرجن اوف مي. ودي دايما حاجه انا بطمح فيها لنفسي، ان انا اكون البيست فيرجن اوف مي لنفسي، مش عشان حد تاني. انا عايزه اخس وابني عضل واحرق دهون لنفسي مش عشان اي حد تاني. انا عايزه يكون عندي بيزنس واكسب فلوس واسافر والف العالم لنفسي مش عشان حد تاني. كل اهدافي واحلامي انا اخترتها بنفسي عشان دي الحاجات اللي هي بتبسطني. انت كمان محتاجه تحطي اهدافك واحلامك حسب خطتك وحسب ايه اللي انت بتحبيه تطمحي له، مش على حسب حد تاني. انت الاستاندر بتاعك انت مش حد تاني. اي نعم بناخد ناس تانية في حياتنا كجايد او كمنتور او بنستشيرهم، بس بنفلتر وبنوزن كل حاجة احنا بنكتسبها لنفسنا، مش كل حاجة بنتعلمها بناخدها لينا. في غيرك نجح في حاجات انت مش هتقدري تنجحي في كل حاجه، بس هتقدري تنجحي في حاجات هو ما قدرش نجح فيها. مش معنى ان هو فشل في حاجه ان انت هتفشلي في نفس الحاجه. كل واحد ليه تجربته في الحياه، فانت خلي دايما تجربتك مميزه في الحياه، خلي عندك دايما هدف وامل وتفاؤل في الحياه وحب الحياه. وما تنسيش تبداي دلوقتي تعملي الفيجن بورد بتاعتك، لان بجد تاثيرها سحر وخيال يا جماعه. انا كل ما بقول فيجن بورد بضحك، يعني بفتكر احلام يعني حاجات كتير. فلو انت يعني انا بستغرب ان في ناس بتقول انا ما عنديش اهداف واحلام، لا حبيبتي احجزي معايا فيديو كول، سايبه لكم لينك على الانستجرام. لازم تلاقي لنفسك هدف في الحياه، لازم يكون عندك طموح، لان الاحساس ده احلى احساس في الحياه، ان انت تكوني انسانه ذات هدف وقيمه وقادره تحققي كل اللي نفسك فيه وبتحلميه. تخيلي كده اول مره اشتريتي لنفسك حاجه بفلوسك، تخيلي اول مره اشتريتي عربيتك اول مره بفلوسك، اشتريتي كل حاجه لنفسك انت حتى لو قلم بفلوسك، عزمتي نفسك عزومه بره في كافيه بفلوسك، بتحسي ان هي ليها طعم تاني غير اي حد بيصرف عليكي. فلازم تكوني انسانه ذات قيمه وهدف وطموح. دلوقتي ابداي اعملي الفيجن بورد بتاعتك، ويا ريت تبعتي لي على الانستجرام صور الفيجن بورد، هبقى مبسوطه جدا. واكتبوا لي اي ارائكم او تعليقاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان ده بيدعمني وكمان اصحابكم التانيين يستفيدوا. وما تنسوش تتابعوني على الانستجرام، ودايما سايبه لكم لينك على الانستجرام تقدروا تحجزوا معايا فيديو كول سواء لليوجا او استشارات عن السفر واللايف ستايل. واشوفكم في فيديو جديد، باي باي.